السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على المدينة الجديدة تاع المنيعة، اللي نشوف وين وصلت الأشغال بهذا المشروع هذا. ذن نروح نشوف أولا يعني بخارطة جوجل نشوف آخر الأشغال نتاع المدينة هذه، ثم في الجزء الثاني من هذا الفيديو سوف نعرض لكم التصميم تاع المدينة هذا اللي درته مكتب دراسات أجنبي في الجزء الثاني. إذن هنا نروح نقرب الموقع تاع المدينة. شوف هنا الموقع تاع المدينة هذه باللي راه بالقرب من مدينة تاع المنيعة، يقرب بحوالي يعني 2 كيلومترات، 2.5 كيلومترات. وكذلك انه الحجم نتاع المدينة هذا نشوف الطول ديالها هو حوالي 2.5 كيلومترات كذلك. اذا هذا هو المدينة. ونزيد نقترب اكثر نشوف بانه المرحلة اللي راه فيها هي مرحلة نتاع التهيئة نتاع الأرضية، وكذلك وضع القنوات المختلفة نتاع المدينة. هنا نشوف القنوات نتاع المدينة. إذا هذا هي الحالة نتاع المدينة في تاريخ 20/8/2022، يعني تقريبا السنة الماضية. إذن هذا هي المدينة نتاع الجديدة تاع المنيعة وين وصلت. ودائما في نفس الإطار عندنا خبر يعود إلى البارحة، حيث أنه كان تصريح من وزارة الصحة تكلموا على إنشاء عدة مشاريع في ولاية المنيعة، ومن بينها مشروع نتاع مركز للصحة بمدينة الجديدة نتاع المنيعة. هنا المنيعة بينيفيسيو دو نوفو بروجي، هذا في إطار إذا البرامج نتاع الولاية تاع المنيعة. تم قرار بإنشاء وحدة للطب الجراحي الاستعجالي بالمدينة الجديدة نتاع المنيعة. وكذلك فيه يعني نعود إلى سنة 2022، فيه هنا قرار نتاع وزير التهيئة العمرانية والمدينة محمد طارق بالعريبي، هاز ديزاين تو لونش ذا مينيعا نيو تاون بروجيكت. هنا قد تقرير من وزارة السكن والعمران بإعادة إحياء المشروع هذا نتاع المدينة الجديدة في أقرب الأجل. هذا قرار من وزير السكن عنده العام اللي فات بإعادة إحياء المشروع هذا. إذا هذه هي واش عندنا، ما لدينا من معلومات حول المدينة الجديدة نتاع المنيعة. نترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو حول التصميم نتاع المدينة هذه من طرف مكتب دراسات أجنبي. والسلام عليكم.